بسم الله وعلى بركة الله أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام في كل مكان أينما كنتم، انطلاقاتنا مستمرة وأشواطنا تستمر في هذا الصباح هذا اليوم، وأيضا شوطنا السادس نسير وياكم في المركز الأول في مقدمة هذا الشوط، شوط الجعدان هناك مع المركز الأول شاهين حمد بن عبد الله المالكي المنطلق على صدارة هذا الشوط، أما في المركز الثاني سمحون بدر بن الصغير المالكي على المركز الثاني، أما في المركز الثالث الوصول والتقدم أيضا من قبل شعر جاسم بن محمد بن دياب المالكي على المركز الثالث، والمركز الرابع القادم بشعر عبيد بن العبد العجري على المركز الرابع، خامس المراكز والواصل والمنطلق في هذه اللحظات شاهين حمدان بن سعيد الوهيبي، هذه النتيجة للخمسة المراكز الأولى، عودة إلى الصدارة هذا الشوط إلى الانطلاق مع المركز الأول، المنطلق في هذه اللحظات شاهين حمد بن عبد الله المالكي على المركز الأول، المركز الثاني ثاني المراكز والقادم المنطلق في هذه اللحظات شعر عبيد بن العبد الحجري على المركز الثاني، أما في المركز الثالث ايضا شعر جاسم بن محمد المالكي مع مبعد، يا سلام يا سلام يا سلام، عوده الى الصداره هذا الشوط الى التحدي الجميل الى العرض الاجمل والتقدم مع الاسماء القادمه والمنطلقه في هذه الاشواط، يا سلام يا سلام، لكن راح المطوع مع المركز الاول حمد بن عبد الله ايضا المالكي، من يقدم لنا هذا النوع الجميل والنوع المميز، يا سلام يا سلام، والعصا مدحوسه في الابطان بدون أوامر ولا تعليمات، لكن المضايقات من شعر عبيد بن العبد الحجري، لكن هناك التحدي الجميل والتحدي المثير مع أيضا هناك شاهين، شاهين مع الصدارة حمد بن عبد الله المالكي، تهانينا والناموس المركز الثاني، كان هناك أيضا بشعر عبيد بن العبد أي الحجري المركز الثالث، مبعد جاسم بن محمد المالكي، ودقيقتين واربع هو التوقيت الزمني لهذا الشوط.